رجعنا لكم في هيت نحكي، وهلا وسهلا مرحبا بناس الكل اللي خلطت علينا توا ما 3:31 دقيقة. مازلنا معاكم نحن نونسوا فيكم حتى الخمسة متاع العشية. تحية كبيرة للناس الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا ولا على الراديو ميد tunisie.com. نذكركم في الموضوع اللي نحكيو فيه اليوم، نحكيو على الفتور في العلاقة الزوجية، نحكيو على الأسباب وانعكاسات هذا بطبيعة على العلاقة أون جينيرال. معنا بالتليفون الأستاذ إبراهيم الريحاني، خبير الطفولة والأسرة، مستشار قاضي أطفال. عسلامة، مرحبا بك معنا أستاذ. مرحبا بك أمنة، ومرحبا بكل يتوافينا تو على موجات راديو ميد. يعيشك، مرحبا بك معنا. دونك أستاذ، نحكيو على الفتور في العلاقة الزوجية اللي مالوغوزمون ولينا نسمعوا به برشا برشا ناس تعاني من المشكلة هذه، مشكلة الفتور في العلاقة الزوجية. دونك اليوم نحبوا نحكيو على الأسباب، نحكيو زادة على انعكاسات هذه بالنسبة للكوبل وعلى الحياة متاعهم، كيف زادة شو الحاجات اللي ناقصة للمرأة أو للرجل باش يكون فما استقرار في العلاقة الزوجية. بالضبط، نحييك على اختيارك المواضيع هذه، ونحييك على اختيارك الأغاني وانت في ذلك العمل بتاعك. لأنه نجاح المجتمع ونجاح وبناء المجتمع التونسي والمجتمع بصفة عام يمر بالأسرة والنجمش، وأول احتياج للولاد الصغار كي يجي تسألهم شنو تحب ماما وبابا، متفاهمين تحب ماما وبابا يحبوا بعضهم. لكن الحقيقة اليوم من أهم المظاهر الموجودة ومن أهم الإشكاليات الموجودة هو الفتور، البرود في العلاقة الزوجية ما بين الزوج والزوجة. كل قائل شنو الأسباب اللي خلى اليوم تقاعد الكوبل يحس روحه فما شعور بالملل في العلاقة؟ يقول لك المعاك حية، تحس في حاجة معنا فيها برشة بلل، فيها برشة. يكون من أسبابه الأسباب هي الروتين القاتل. يعني الروتين اليوم اللي تعيش فيه الزوج والزوجة وروحهم الخدمة وكذا، ما فماش عملية تجديد، ما فماش روح في العلاقة، ما فماش كذا، تولي الوقت ذاك تكسب العلاقة ذاك دوع من الفتور. خاصة الروتين، سمحني هوني أستاذ، خاصة يعني مع العيشة يمكن اللي صعبته كل شيء، دونك تولي خدمة دار ذاك هو معناها حتى مش تلقاش وقت حتى باش تتفرهد أنت والشريك متاعك. بالضبط، بالطبيعة هو ناتج عن ضغوطات اجتماعية، ضغوطات اقتصادية، ظروف مالية، وبالتالي إيش تولي معناها هو تحس نفس الروتين، معناها نفس المحطات تاع اللي بمشي يخدموا روحوا تعشوا شافوا الصغار قروا الصغار نرقدوا غدوا زاد كيف نفس الوتيره معناتها على اليوم قاعده تتعاود هذاك الشعور هذاك هو اللي يخلي تصير نوع من الفتور في العلاقه. النقطه الثانيه هي كثره الخلافات الزوجيه. وقت تكثر الخلافات الزوجيه ما يعرفوش الزوج والزوجه كيفاش يحلوها، وتو بعد نحكيو على الحلول، الوقت هذاك تخلي كثرتهم يقول لك ساعات مشكله بسيطه او المشكله ذيك هي تفيد الكيس بلغتنا نحن. وبالتالي هذا نوع من انواع هو عدم امتلاك المهارات في فرض الإشكاليات والخلافات الزوجية. النقطة اللي بعدها هو عدم التكيف مع المسؤولية. شو معنى؟ ساعات الأزواج خاصة في الأزواج معناها في البداية نتاعهم باش يولوا تولي نوع عندهم نوع من المسؤولية، باش يولي عنده مسؤول على حاجة. وكيوليك المسؤول فما خاصة التربية من الصغرى فما مشكل في التربية إنك كيفاش يتحمل المسؤولية سواء الزوج ولا الزوج. وقت تولي عنده مسؤولية يبدأ يهرب من المسؤولية، يبدأ يهرب بطريقة أو بصفة مباشرة أو غير مباشرة، يحس روحه يعيش نوع من الضغط. الضغط هذاك علاش؟ خاطر يحسك المسؤولية صعيب عليه، ما يجيبش يكيف معاها، ما يجيبش يقف معاها. وبتبيع علاش كيما قلت انت فما اكل اجهاد والارهاق في العمل والضغوطات الماديه هي اللي تخلي من اسباب اللي ما ينجمش كيف. الحقيقه فما زاد عنصر مهم برشا في الفتور هو عدم الحديث في العلاقه الحميميه ما بين الزوج والزوجه. لانه الحقيقه فما من الاشكاليات الموجوده هي الاشكاليات في العلاقه الحميميه، ما يحكوش معناها مع اسكو الزوج ولا الزوجه اسكو يعني يحس روحه معناه ساتيسفي ولا لا، اسكو فما تماثل، اسكو يحسوا. وبالتالي عدم الحديث في الحاجات هذه هي اللي تخلي المصارحه هي اللي تخلي بعد تولي نوع من الفتور. هو مالوغوزمون معناها في لي كوبل هذه نشوفوه بنسبه كبيره عدم الحديث، مش كان حتى في العلاقات الحميميه ما بيناتهم، يعني في كل شيء براتيكمون يبعدوا ما يحبوش يحكيوا مع بعضهم. هذيك علاش كما قلت انت يا استاذ يمكن بعد يوصلوا للنقطه اللي تفيض الكيس. النقطه اللي تفيض الكيس يعطيك الصحه، بل خطر الحوار مغير. والحوار المشكل ان نحن مازلنا ما عرفناش شنو معنى الحوار حتى مع الغيرات.
المشكل الحوارات نتاعنا كان في الحاجات الاشكاليات الموجوده، عملت ما عملتش، اش عملت في هذه، اش ما عملتش في هذه، عندك مشكل في كذا، القضيه الفلانيه، اكل كذا، هذه هو المواضيع. مش نحكيو على حوارات تخص حياتنا، تخص مواضيع حتى ولا حاجه مقلقتك وتحب تعطي رايك فيها بالضبط. والحاجات اللي نجم نشوفوهم ونتبادل الحديث مع بعضنا، معناها فهمتني. وهو اللي يجبنا بالحديث، يقول القائل اللي قاعدين يسمعوا فينا توا، يا سي ابراهيم شنو نجم انا ما كسرت الاسباب نتاع الفطور وحياتنا سيئه وما عادش نجم نقعد مع زوجي وما عادش نجم نقعد مع زوجتي وسيئة. شنو الحل يعني؟ شنو لازمنا نعملوا نحن في حياتنا؟ شنو لازمنا نشربوا ولا ناكلوا ولا ناخذوا ولا نعملوا ولا كذا باش تولي حياتنا فيها نوع من الروح ونوع من التجديد؟ الحقيقه اليوم امل الحقيقه كما قلت لك في الاوف، يعني حاضرين اليوم للزوج، شنو نجم يعمل للزوجة؟ كيفاش تمتلك قلب الزوجة؟ وإن شاء الله في حلقة أخرى نحكيه على الزوجة، على الأقل إن شاء الله باش هم يستنونا. شوالي فما إيجاليتي مساوية. وخليهم فيديو يتشوقوا يتابعونا. أوكي. الحاجات اللي المهمة في علاقتنا باش أنت تمتلك قلب الزوجة، لازم أول حاجة تعرف شنو حاجياتها، شنو أكثر حاجة تحتاجها المرأة باش هي تنجم تلبي لها الحاجة ذيك باش أنت لك القلب نتاعها. فما حاجات، اربع حاجات لازم الراجل يبعد عليهم كومبليتمون، ما تعملهمش وراك كي تعملهم راك باش تلقى في اشكاليات وباش تلقى روحك اللي معلم. اول حاجه النقطة التي تبعد عن كل ما هو سخرية، يعني رد بالك تسخر من شكل زوجتك، معناها خاطر راي هي تشوف في زينها في عين زوجها، هي تشوف في روحها في عين رجلها، خاصة كان رجلها عنده هو بالنسبة له قيمة عندها، وبالتالي السخري زعم ساعات ما بين قوسين يقول كان نفدلك عليها، هاي ما تغشش، شكون قال لك اللي ما تغشش؟ النجم هي متغشة في ذاك أنا أما صرحتش، وشكون قال لك اللي أنت تفدلي كذاك؟ ينجم بمعنى هي قابلته معناها، فهمتني؟ وبالتالي السخرية من المجهود ولا من الشكل نتاعها راي تمس برشا النفس نتاع المرأة. دونك ما نسخروش، معناها أول حاجة نبعدوا على السخرية، حتى كان عملت حاجة ولا عملت غلو كينغ ولا بدلت من شكلها، ماذا بينا ديما نبعدوا على السخرية ونقولوا كلمة باهية، معناها باش ما تقعدش معناها الكلمة الخايبة هذيك في نفسية المرأة. بالضبط يعطيك الصحة، أنا تو قاعدين الحاجات نقول نتجنبوهم وبعد تو نقول شنو الحاجات اللي لازم نعملوهم. يعطيك الصحة أمل. النقطة الثانية رد بالك تركت ومرتك معناها متغش عليك، فما غش وما غضب، لأنه العديد من الدراسات أثبت معناها كي الزوج ولا الزوجة يرقدوا وقت الحاجة ذيك معناها تكون موجودة في اللاوعي، راك باش تعمل بعض أكيميلاسيون وتخلي الإشكاليات تتألف ثانيا تكون إشكالية كبيرة معناها. فما معناها الحقيقة الحاجات هذه مستوحاة معناها من أفضل الحديث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الصحابة معناها، فهمتني؟ يقول معناها فما احد الصحابه يقول لك ان غضبت عليك معناها كان انا متغش عليك صالحيني، وكان انت تغششت عليا انا باش نصالحك معناها، فهمتني؟ وبالتالي يحاولوا اكثر ما يمكن ما يقودوش وهم متغشين على بعضهم. النقطه الثالثه والاخيره رد بالك انك تهمش افكار زوجتك، يعني ما تحاولش تستهزئ بالافكار نتاعها، مثلا ساعات يقول لك كيفاش يعني تستهزئ بالافكار؟ مثلا ساعات تختار حاجات ولا تجيب حاجات للدار ما تشاركهاش، ما تقولهاش شنو رايك، ما تقولهاش كذا، وبالتالي شنو تحس اللي هي في النقطه هذيك وكانك انت ما خديتش برايها، ما عطيتهاش قيمه للافكار نتاعها والاراء نتاعها. هذه امل ان ثلاثه نقاط اللي لابد ان يبعدوا عليها كومبليتمون. يقول قايل شنو الحاجات اللي لازم نعملهم كحاجه؟ المرأة تحتاج ثلاثة حاجات مهمة برشا. أول حاجة اللي هي السند. لازم تحس اللي أنت سند نتاعها. كل خير شنو المعنى من الكلمة دي؟ معناها ماذا بيك تركز في التفاصيل الصغيرة والكبيرة نتاع مرتك ودعمها، وخاصة تدعمها قدام أهلها وقدام العباد اللي تحبهم وقدام أصحابها، قول فيها الكلمة البيت، قول فيها الكلمة الطيبة، وهي المفاتيح السحرية معناها في الحاجات هذه. معناها المرأة تحس اللي أنت سند نتاعها، يعني تحس اللي أنت واقف معاها بالمواقف. ساعات المرأة تحس في المواقف تحس بها اللي هي معناها تعبة متقلقة، تلقى ديما زوجها هو واقف معاها يكون سمعها. هذه النقطة الأولانية. النقطة الثانية والنقطة الأحدث هي ما تسمى بالاهتمام. شو معنى الاهتمام؟ معناها لازمني نحسس مرتي نوع من
أن وقت كي أنا تتحدث معي ولا تحكي معي لازم عيني في عينه وتحس لي أنا مهتم بها. هذه مشكل كبير، وهذه المفتاح الفيصلي بتاع الزوجة توصل حتى تبحث على عبد أخي، ولا حتى بنتك مولاها تبحث على عبد أخي باش يسمعوها. مشكلتنا نحن خاصة الرجال ما نعرفوش كيفاش ننصتوا لزوجة، تقال زوجتي عندها تحب تحكي تحب تعبر، تقال نحن ما نهتموش ما نقصوش في عينيها. وحاجة مهمة برشا، وأنا ديما عندي الإيحاءات هذه، حتى إيحاءات سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك مع سيدنا عائشة، معناها كان يحط راسه على حجرها ويبقى يخزر في عينيها ويبدأ يسمع فيها. وبالتالي نحن اليوم المرأة خاصة محتاجة لشكون يسمعها، وهذه مشكل في الراجل مشكل في العائلة. نسمعها كصديق، شو معناها كصديق؟ نحن مشكلتنا ديما كي نسمع نبدا نلوج باش نعطي رايي، لا هذه تجي وهذه ما تجي وما حققش عملت كاي ونوم ما مولاك عملت، لا اول ما تسمع ما تتكلمش وحاول تنصح خليها تحكي من غير ما تحكم من الاول، اي فوالا تكمل تحكي. انت عندك حكم ما تحكمش وقت، هي جاتك باش تسمع. يعني انت حتى مع صغيرات نفس كي ولا مرتك خليها تحكي، خليها تعبر، خليها تحكي على الحاجات كليك، وطبعا بعد تجي للنقاش ويجي الحوار. هي مسألتها الوقت ذاك، حاول ان تكون عندك فن الانصات، فن الانصات انك تسمعها ما تقاطعهاش، خليها تحكي خليها تعبر. وهذه نقطة من النقاط اللي هي الاهتمام، وفي نفس الوقت من الاهتمام حاول انك تفتخر بشخصيتها تمدحها وتكون عندك دعم مستمر، معناها الحاجات اللي تعملها الحاجات اللي تقوم بها الحاجات اللي تقوم بها في الدار ولا في ولا خارج الدار. النقطه الاخرانيه هي ما تسمى بالاحترام. احترام شو معناها؟ انك تحترم زوجتك، انك ما تقللش من قيمتها، انك ما غير نحكي على العنف ونحكي على الحاجات ما الكرامه ولا تقارنها ما بين امراه وامراه ولا تقارنها ما بين انسانه اخرى وانسانه، هذه راهي تاثر برشا في نفسيتها وتاثر برشا الكلام هذاك الكلام يمشي. وفي نفس الحاجه الاحترام، مرتك تعطيها لغه الحب وثقافه الحب هو نوع من الاحترام، تقولي انا كيفاش نجم نحترمها؟ تحترمها وقت كي تسال روحك قاعد تسمع فيا قداش من مره قلت مرتك اني نحبك، وهي المراه دي محتاجه الكلمه دي للاشباع، معناها اني انا نحبك. قداش من مره لمست زوجتك بعيد عن الشهوه الجنسيه، اني لمستها لمسه الحنيه، لمسه اللي فيها نوع من القدر، اللي فيها نوع من الرحمه، انك تقبيل من الجبين، انك تحس اللي معناها فيها نوع من القيمه من القدر، فهمتني؟ النوع اخر من ثقافه الحب ولغه الحب هو نوع من الاحترام، الهديه بدون مناسبه، خاصه هذه بريزامبل، ما فهمتش، مش اليوم خاطر عيد ميلادك جبت لك هديه، لا ساعات نجيب لك هديه من غير حتى مناسبه، قيمه وقدر فك المرأة هذيك. النقطة الأخرانية في علاقة الحب ولغة الحب اللي هو الكلمة، يعني الكلمة هي مهمة برشا بالنسبة للمرأة، مهمة برشا إنك تقولها كلمة طيبة في اللبس في العمل اللي تعمله في الحاجات اللي تعملها. وهكا ثلاثة نقاط اللي نحكي عليهم، إنك تكون عندك السند، إنك تكون عندك الاهتمام بزوجتك، إنك بالاهتمام إنك تسمعها، إنك تنصتها، إنك تهتم بالحاجات اللي تحبهم أنت هي، والاحترام إنك تحترم قيمتها وتحترم شخصيتها وتحترم أفكارها وتحترم قيمتها بأنك تحدثها بلغات الحب اللي حكينا عنها. هكا تمتلك قلب الزوجة، وهكا أنت يا زوج ما تغشوش علينا، استنونا في حلقة خاصة. أي فوالا نحكي وزيدة كيف كيف على الزوج. لكن هوني فما نقطة وحيدة معناها حابة نحكي فيها، هوني وقت اللي حكيت على الاهتمام والإنصات أستاذ، يعني هذية من اللي بوان اللي إذا كان الراجل مهتمش وما كانش منصت للمرأة، هوني الفا شيرشي ايغ، معناها باش تشوف البرا حد آخر قاعد يهتم بها وحد آخر قاعد ينصت لها، وذيك علاش يمكن مجموعة معناها فما شكون ضد وفما شكون معاه، لكن تلقى معناها مرأة عندها صديق آخر تعمله معناها يبدأ تخرج معاه هذيك تحكي له تفرغ له قلبها ويكون هذيك الإنسان اللي قاعد ينصت المشاكل متاعها. بالضبط يعطيك الصحة أمل، هو نحن اليوم وقت نشوف حتى في العالم الافتراضي، علاش المرأة تبقى تحكي مع برشا عباد ولا تحكي مع باش تحكي له باش تفرغ له هموم، وهو الأساس هو هكا الإنصات، معناها يسمعها كصديق. المشكلة اللي هي معناها كان أنت توصل تفرق ما بين أنت كزوج ولا كصديق، أنا اليوم يجي مثلا عندكم مشكل ولا اشكالي هذا أعطيكم أسيس، باهي جاتك مرتك وأنت متقلق وأنت تعب وهي تحكي لك وتقول لك عندي مشكل، قول لها أنا توا مستعد باش نسمعك، وانت اللي انت زوجتك يجي ناخذ اصدقاء، شنو تعبك؟
شنو اللي مقلقك؟ وتسمعها وما تقطعهاش جمله. هلا تحكي هلا تحكي هلا تحكي وديما حط في ذاك لازمني ما قطعهاش لازمني ما قطعهاش. بعد ما حكيت كل شيء ولا انا نتفهم اللي شعرت به، انا نتفهم القلق اللي انت قاعد تحس فيه، وانا نطلب العفو كان انا اساس الاكتفاء غير مباشره. وانا هاو شنو نقصد وهاو شنو لازمني نعمل وهاو شنو كذا كذا. وبالتالي تحس اللي زوجها فهمها، تحس اللي زوجها حس بها، تحس اللي زوجها معها. الوقت ذاك اكيد مش تلقى الظواهر دي انها تلوج على انسان اخر باش يسمعها باش تحكي له. وذاك علاش نلقوا من المظاهر والظواهر الموجوده حتى في المجتمع نتاعنا، ساعات المراه تمشي بطبيعه نحن ما نحبوش الحاجات هذه، نحبوا حياتنا تكون متوازنه ويكون الزوج منه زوج ومنه صديق، لكن مضطره تلقاها تعمل حاجه هذه. لكن علاش؟ خاطر زي ما لقاتش شكون يسمعها. وديما نعرف الزوج تو قاعدين يسمعوا فينا متغشين علينا، يقول لك زاد المراه اسمعونا في حلقات اخرى توقفوا لكم شنو المراه لازمها تعمل لزوجها باش تملك قلب رجلها، والحياه راهي ما بيناتهم الزوج في البارتاجه باش نكونوا متفاهمين وما توصلش الفتور اللي حكينا عليه في البدايه المداخله نتاعنا. واضح. شكرا لك استاذ ابراهيم ريحاني، شكرا على تدخلك معنا لليوم. خبير الطفوله والاسره، مستشار قاضي اطفال. انتم اذا كنت تحبوا تشاركوا معنا زاد مرحبا بكم. الناس الكل كلمونا على 72 328 500. مرحبا بلي كومونتير نتاعكم على الباج فيسبوك راديو ميتونيزيم. كاملين بالموزيكا، خليكم مع سحميه.